بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس حكومة مملكة أسبانيا بيدرو سانشيز، دولة رئيس حكومة مملكة بلجيكا ألكسندر دي كرو، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في زيارتكما إلى مصر. سعيد جدا بوجودكم، أقدر جدا هذه الزيارة، دولة رئيس الوزراء بيدرو ودولة رئيس الوزراء ألكسندر، برحب بكم أهلا وسهلا. أشكركم أيضا على حضوركم، وأشكركم على مواقفكم الحقيقة اللي بسجل بتقدير واحترام اتجاه التطورات اللي بتحدث في قطاع غزة. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة، والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها، والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. واحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4-5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن احنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية لكل شيء، عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. احنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه الشرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15 ألف من المدنيين، منهم أكثر من 5500 من الأطفال، وأكثر من 2000 من السيدات. احنا بنتكلم على 60-70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وده أمر لابد من وضعه في الاعتبار. إذا احنا محتاجين خلال اللي احنا في حديثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء أسبانيا على أهمية إن المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين أو المواطنين اللي موجودين اللي بيعانوا من القطاع. دي نقطة. النقطة الثانية، تكلمنا أيضا على أهمية إن يبقى في مناطق آمنة، والمناطق الآمنة اللي بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع، احنا بنتكلم على مناطق آمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع، تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها. واحنا هنا بنتكلم على تدمير مش أقل من 40-50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 ألف 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر. وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق آمنة تسمح بإعاشة وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده ايه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، ان احنا نساعد القطاع على ان فكرة تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لان اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي ده دفع او تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج قطاع غزة. وأنا أكدت وفي توافق الحقيقة، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الأمر، إن أنا قلت له إن هذا الأمر خطير، وهو أكد لي إن هو لن يسمح أيضاً بتهجير قسري خارج القطاع. وهنا أيضاً هذا الأمر تم تجديده مع أصدقائنا المسؤولين، رئيس دولة أسبانيا ورئيس دولة بلجيكا، على أهمية عدم التهجير القسري الى خارج القطاع. وانا من جانبي في مصر، انا اكدت ده امبارح وبقوله النهارده، ان احنا في مصر لن نسمح بذلك. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده امر كان نتيجه ظروف مختلفه عن الظروف اللي موجوده في قطاع غزه. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل امنيه زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان، لكن بلادهم موجوده، ما حدش هياخدها. لكن القطاع حاجة أمر مختلف خالص، وبالتالي ده أمر احنا قلنا إن ده بالنسبة لنا أمر لن نسمح به ولن نقبله.
أولا للتهجير القسري أو لتصفية القضية الفلسطينية، وده في توافق دولي وتواجد تفاهم حقيقي من الأصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم أيضا. إذن المرحلة الآنية أو المرحلة العاجلة اللي احنا بنتكلم فيها هي مرحلة احتواء التصعيد اللي موجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات. وأنا بقول مرة تانية مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية، لكن هنا بنتكلم على أن المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة مهم جدا أن يدخل مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون. معبر رفح لم يغلق ولن يغلق عشان نسمح بدخول المساعدات وخروج أيضا الرهائن والأسرى وأيضا الجنسيات اللي احنا خلال الفترة اللي فاتت عملنا على أنها تخرج من كل الدول الصديقة أو كل الدول اللي كان لها رعاية مزدوجة جنسية أو رعاية داخل القطاع. احنا بنتكلم على أكثر من 30 دولة، ومن جانبنا احنا ما عطلناش أبدا خروج الرعاية ديت لأن كان الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على خروج هذه الرعاية والقوائم اللي بتصدق عليها بهذا الإطار. ده الجزء الأولاني اللي احنا كلمنا فيه. كلمنا أيضا على مرحلة ما بعد الحرب وأهمية أن أنا بقى مش هقول إحياء مسار حل الدولتين، لا، إحياء المسار ده فكرة على مدى 30 سنة استنفذت ولم تحقق الكثير. احنا كمان عايزين نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية التي تتسبب في ألم. احنا النهاردة بنتكلم على 5 جولات صراع تمت خلال 17-20 سنة اللي فاتوا، سقط فيهم من الإسرائيليين من الفلسطينيين ما يقرب من 27,000 مدني أغلبهم من النساء والأطفال. 27,000 مدني سقطوا خلال 5 جولات صراع. أرجو أن احنا ما يعني لا نغفل ذلك، وأن أسبابه هو أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى في دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. وقلنا أن احنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضا في ضمانات بقوات سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتم عايزين حتى يبقى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. هنا بنتكلم على أن إحياء المسار قد لا يكون هو الأمر المطلوب بعد اللي احنا شفناه. نتائج تعثر هذا المسار على مدى 30 سنة بيقول لنا أن احنا لابد أن نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها الأمم المتحدة. أنا أتصور أن احنا لو تحركنا بهذا الأمر هنبقى ده بيعكس مسؤولية حقيقية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا اللي كل 4-5 سنين نتعرض لها لمسألة زي اللي احنا بنتعرض لها دي وينتج عنها ضحايا. ثم نتكلم عن إحياء المسار وإن يبقى في حل للدولتين، ثم مع الوقت تتآكل الفكرة قدام التفاصيل المختلفة لهذا الأمر. مرة تانية أنا بشكر دولة رئيس الوزراء سنجيد، شكرا جزيلا على وجودك معنا في مصر، شكرا جزيلا على موقفكم الإيجابية وتفهمكم لما يحدث في المنطقة، وأيضا بشكر دولة رئيس الوزراء ألكسندر على وجودكم في مصر، أهلا بكم.